اللي صار بعد الزواج انه اكو مشاكل اقتصادية بالنسبة يعني للإله، لانه كان هو ما مستقل ماديا، فبالتالي هذا سبب بعض المشاكل العائلية، موضوع انه ما نقدر نستقل وحدنا، ما نقدر نطلع مكان وحدنا، اكو فد التزامات لازم تكون داخل العائلة، انت لازم مجبر انه تشتغل عليها وتسويها في سبيل ارضاء الاخرين لانه هو ما مستقل. احس انه 28 30 هو عمر افضل، طبعا مو مجرد عمر، انا يعني اطرح هذا العمر انه توصل البنيه لمرحله تعرف تختار، تعرف تفرزن بين الصح والغلط، تدخل سوق العمل، تكون عندها هي استقلاليه ماديه، تقدر تتخذ قراراتها بنفسها. الولد نفس الشيء. الوعي دخل بال عند النساء انه ليش اتحمل هذه الحياه كلها؟ من اجل ماذا؟ اذا عنف مستمر في حياتها وحياه اطفالها فافضل شيء هو الطلاق يعني. انضربت القيم الاجتماعيه بحيث اصبحت المطلقه والارمله هما الضحيه للتحرش، هما الضحيه للاستغلال الجنسي، هما الضحيه لكافه عمليات احيانا تصل الى استرقاق أيضاً.